مشاهدينا الكرام، للحديث عن ملف فساد الأدوية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. حياكم الله دكتور عرفان. بداية، يعني مع انتشار الفساد في كافة مفاصل الدولة في العراق، هل يتحمل القطاع الصحي هذا المستوى من الفساد الذي وصل إليه؟ تحية لك أخي العزيز الكريم وجميع المشاهدين الكرام. ما يحصل الآن في العراق هو عبارة يعني الفساد في كل نواحي العراق، في كل النواحي في العراق، بضمنها الأدوية. ما يحصل الآن هو إرهاب منظم ضد الإنسان العراقي. لا يمكن تقبل ما يحصل من زيادة في عدد الوفيات بسبب نقصان الأدوية وبسبب عدم اهتمام الكادر وزارة الصحة في هذه الكارثة. الحقيقة هنالك كوارث كثيرة، ونسمع عن قصص يعني يندلح الجبين عندما يعاني الكثير من أبناء الشعب العراقي من سطوة هذا الفساد وعدم مقدرتهم على الحصول على الأدوية الضرورية لعلاجه. دكتور عرفان، يعني بحسب معهد تشاثام هاوس البريطاني 30% فقط من الأدوية الموجودة في العراق هي صالحة للاستخدام البشري. هذا الرقم المفزع حقيقة. طيب، أين الجهات الرقابية التي ينفق عليها على رواتب وامتيازات مئات ملايين الدنانير العراقية شهريا لأعضائها؟ ما فائدتهم إذن إن كانت الأدوية التي تدخل بلا رقابة، بلا يعني سيطرة نوعية وغيرها؟ أخي العزيز، قبل 2003 كانت هنالك كيماديا، الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية. هذه الكيماديا دائرة خاصة تابعة إلى وزارة الصحة وهي لحد الآن موجودة. لكن هذه الدائرة كانت تعطي عقود استيراد الأدوية إلى مجموعة من المكاتب العلمية المتخصصة التي كانت تتوفر بها الشروط اللازمة لأن حتى تفتح. الآن بعد الاحتلال ما حصل هو أنه أعطوا لكل محافظة من المحافظات الأحقية في استيراد الأدوية، أعطوا لكل منظمة من المنظمات والتي تتبع إلى أحزاب متنفذة بالسلطة، أعطوها يعني إجازة استيراد أدوية. أصبح استيراد الأدوية عبارة عن تجارة، يعني ما يدخل إلى العراق من الأدوية الصحيحة ذات الجرعة الصحيحة هو حسب ما قلتوا أنتم في تقريركم، وأنا الحقيقة اليوم لما بلغوني عن الحلقة حاولت أن أوصل إلى نتيجة، يعني عن هل فعلا أنه هو 30%، هو أقل من 30%، يعني العدد يعني أكثر بكثير من الأدوية غير الصالحة للاستهلاك. بسبب أولا الجرعة غير صحيحة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، للأسف قامت توصل أدوية من إيران. هذه الأدوية باسم شركات أدوية عالمية ولكنها مزورة. هي أصلا مو من هذه الشركات، ولكن تدخل إلى العراق، تحسب على العراقيين وعلى المواطن العراقي بأنها شركة مثل شركة باير، لكن هي مو شركة باير، هي إحدى الشركات. ما دور وزارة الصحة إذن في هذه الكارثة؟ عندما يكون الفساد مستشري في كل مكان ومن ضمنهم وزارة الصحة للأسف، ما يستطيعون السيطرة على هذا الأمر. لأنه الوزارة يعني هنالك الأحزاب هي التي تتحكم في كل مرافق الدولة، وهنالك المحسوبيات، وهنالك يعني كل هذه الأمور هي من أسباب انتشار الفساد اللي أدى إلى نخر القطاع الصحي بصورة عامة. فوزارة الصحة لا تستطيع السيطرة على هذه الممارسات، لأن هذه الممارسات هي أصلا بيد متنفذين في الحكومة وفي الأحزاب، أحزاب السلطة. طيب، كيف يمكن إذن معالجة هذه المشكلة
التي تؤثر على صحة المواطن العراقي أولاً قبل كل شيء؟ هو أولاً يعني لو نريد نحسب نقول وزارة الصحة، رواتب وزارة الصحة أو الفلوس المخصصة لوزارة الصحة الآن قاعد تروح رواتب. طيب هل هذه الرواتب قاعد تصرف إلى العدد الحقيقي؟ لا تصرف إلى العدد الحقيقي، هنالك أسماء وهمية قاعد تصرف لها، وبالتالي هذه النقود التي الأموال التي مخصصة لاستيراد الأدوية نفذت بسبب هذه الظاهرة. لا توجد هنالك لا يوجد هنالك حل حقيقي لهذه الظاهرة ما لم يتم القضاء التام على كل نواحي الفساد الموجود في وزارة الصحة. ألا يجب دكتور أن يكون هناك دور للأطباء العراقيين بالوقوف أمام هذه المشكلة التي يعني تضرب القطاع الصحي بمقتل حقيقة ولا تبقي أي منفذ للمواطن العراقي للحصول على علاج ملائم داخل بلده؟ الطبيب العراقي أخي العزيز واقع بين المطرقة والسندان. الطبيب العراقي في حالة يعني مكتوف الأيدي، لا يستطيع أن 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 يوصل صوته، ومن يتكلم بلسان أو بالنيابة عن مجموعة من الأطباء ستلفق له تهمة، سيتلفق له تهمة 4 إرهاب، وسيؤخذ إلى أماكن أخرى، بل قد يتعرض إلى القتل. الطبيب العراقي لا يستطيع أن يتكلم بشكل مفتوح وبشكل صريح أمام كل ما موجود من ممارسات غير أخلاقية وغير صحيحة في وزارة الصحة وفي كل مرافق وزارة الصحة. طيب ألا يجب أن يكون هناك دور إذن دكتور للأطباء العراقيين خارج العراق الذين يحظون بالحماية بالأمن بالحرية بإيصال الرسالة وتدويل قضية الواقع الصحي المنهار في العراق؟ عن طريق الكثير من المؤتمرات العلمية حاولنا نوصل صورة عن الواقع الصحي في العراق. وهذه الصورة لاقت الكثير من التعاطف، لكن للأسف لم تتبلور فكرة حول كيفية معالجة ما يحصل الآن في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف مجالات، بضمنها مجال القطاع الصحي، لأنه تعرف الطبيب العراقي في وضع لا يستطيع أن يوقف أمام هجمة شرسة قادمة من خارج الحدود لتدمير هذا البلد. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عرفان يونس الشمري، أخصائي طب الطوارئ، كنت معنا عبر سكايب من لندن.